منصة مع محمد العمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم مستمعين الموجة السعودية ألف ألف إف إم، ونحن الآن في المنصة. من 10 وحتى 11 مساء من الأحد وحتى 4 راح أكون أنا معاكم محمد العمري للحديث عن أبرز أحداث كرة القدم المحلية والعالمية. وللمشاركة معنا في البرنامج بإمكانكم الاتصال على 011-217-8585 012-616-1120 أو عن طريق الرسائل، ارسل لنا اسمك ورقم جوالك على STC 85104070131313، موبايلي 66301. وباقي ما انتهينا من الطرق، بإمكانكم الدخول على حساب الإذاعة في تويتر @ألف ألف إف إم وكتابة السؤال في هاشتاغ الحلقة وإعلان الحلقة، وإن شاء الله راح يجاوبوا عليه ضيوفنا في الحلقة اللي لابد نرحب بيهم، حان وقت الترحيب بهم. ضيفي الأول اليوم في الحلقة الإعلامي الأستاذ منار شاهين، أسعد الله مساك ومرحبا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، وسعيد كثير بتواجدي في البرنامج المميز بأمانة برنامج المنصة، وعجبتني برضو الموسيقى الجديدة، موسيقى الدخول للبرنامج تخوف شوية. يعطيكم العافية عشان بأمانة، نخليكم متنشنين. أيوة خلي واحد متوتر. وطبعا بترحب، لا خلاص بنتهي من الموضوع ده. والإعلامي الشاب المميز بأمانة الأستاذ سامي حريري، تسلم يا حبيبي. لي فترة الأخيرة بأمانة بأشوف البوستات، سواء أخبار سواء أفكار سواء قراءة فنية مكتوبة في تويتر بتبدأ تنتشر، وهذا الشيء بأمانة يسعدني، وأكيد بإذن الله يسعد كل الجمهور اللي بيتابع سامي، لأنه أصبح له رؤية فنية تتداول بين جماهير الأندية، ما بحدد نادي معين لكن بين جماهير الأندية. وأنا يسعدني وجودك الإعلامي سامي الحريري. حياك الله أستاذ محمد، سعيد بتواجدي معك، تواجدي برفقة الجميل منار شاهين، وإن شاء الله نقدم حلقة جميلة. اليوم أنا اللي ما عرفت أرد، بس يلا. هي هذه الحلقة لابد ما يجي شهر إلا لازم تحصل هذه الحلقة بوجودكم الاثنين. الله يسعدك، تشرف. شباب، مباراة المنتخب، أول محور راح نتحدث عنه مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الفلسطيني، يعني لازال في القلب يعني كلام، ولازال يعني ما أدري غصة، والغصة على 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 المستوى. يعني أنا بأمانة أنا أمس تابعت ملخص، أو اليوم بأمانة تابعت ملخص مباراة منتخب الجزائر أمام كولومبيا، انتهى بثلاثة أهداف مقابل لا شيء المنتخب الجزائري. بصراحة ما أدري شو أقول لك. شوف أستاذ محمد، أول شيء خلينا نتكلم بواقعية، يعني خامات اللاعبين المحليين السعوديين ما وصلنا إلى الخامة الفنية الجيدة اللي ممكن تعطي كل مدرب التكتيك اللي يبغاه أو الرؤية الفنية اللي يبغاها. متكلم بصراحة، أنا بتكلم مثلا عن مباراة السعودية وفلسطين بالأمس، ترى غياب سالم الدوسري عن الناحية الهجومية أثر، مع احترامي لعبد الفتاح أو ليحيى أو لهتان بهبري، يبقى هذا اللاعب لديه رونق مميز في اللمسات، في التحرك، في التوغل، في الرؤية، في رفع الرأس، في الأوفرات، هذه الأمور كلها. غياب فهد المولد عن المنتخب السعودي أيضا أثر على المستويات الفنية نوعا ما للمنتخب السعودي. المهاجم الهداف، المهاجم الصريح السعودي إلى الآن لا يوجد المهاجم المميز. أما نجي نتكلم، ممكن صالح الشهيري في الهلال، صالح العباس في نادي أبها، إلى الآن هؤلاء المهاجمان نوعا ما ربما برأيي كخبرة ممكن كانوا يقدم أفضل من مقدم عبد الله الحمدان. المغامرة اللي غامر فيها مدرب رينارد بإشراك الأسماء الشابة، مع أنه في أسماء في الأندية كأسماء محلية ممكن تكون أفضل نوعا ما، وليش ما تكون طريقة اللعب يعني ما ساعدت يعني. بشوف بقول لك شيء، أنا حاليا أنا ما أقدر أنتقد المدرب، لأنه المدرب ما زال ترى في هذه المرحلة بيتعرف على المنتخب،
بيتعرف على اللاعبين، حتى في بعض التبديلات في بعض الأمور ممكن ما هو عارف إمكانيات اللاعبين. يعني مثلا بالأمس أنت كنت تحتاج أنك أنت تهاجم، طيب البيشي كان موجود كان ممكن يعطيك نجاح هجومية في الأمام بشكل أفضل. فاجأنا بخروج يحيى الشهري هو متعادل بدخول عبد الله المالكي، كأنه المدرب بيوحي أنه أنا التعادل على أرض فلسطين هو اللي أنا أبغاه، مع أنه كان يقدر أنه يهاجم لأنه المخزون اللياقي للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 75 انخفض بشكل جدا كبير. الرتم العالي اللياقي للاعبين المنتخب كان يستطيع أن يستغل المدرب رينارد بشكل أفضل وأن يعطي نجاح هجومي بشكل أفضل. حتى التبديل مكان راس البريكان مكان الحمد الله الحمدان، تبديل مهاجم ومهاجم، هذا أمر كان غير جيد، كان تقدر أنت تعطي نجاح هجومي بشكل أكبر. دخول يحيى الشهري في التشكيلة الأساسية للمنتخب وهو ما بيلعب مع النادي وترى راجع من إصابة، كان ممكن هناك في لاعبين نوعا ما احنا بنيجي نتكلم على المقهوي او حتى على المؤشر في النادي الاهلي، ترى كانوا ممكن يعطوك يا مدرب المنتخب قوة اداء، لاعبين عندهم عالي. خبرة ومشاركاتهم كاستمرارية اكثر من بكل تأكيد، يعني مشاركين في الاسيوية، مشاركين في البطولة الدوري، مشاركين كانوا معاه في كاس العالم، فكانت هنالك امور انا برأيي توحيل بان المدرب بعد ما عارف ما استوعب اللاعبين المحليين، مع احترامي ترى للمدرب، لكن انا اقول لك انه في بعض الاسماء ممكن طرحت على المدرب ان هم الافضل واشركهم، مع انه في اسماء ترى بشكل افضل. لكن نتكلم بصراحه، مع احترامي للمحاور عبد الله عطيف، مع احترامي للفرج، ولكن بامانه محمد كنو ترى مؤثر كثير على غياب المنتخب السعودي. محمد كنو انا ما زلت اقول لك بانه مع احترامي لكل المحاور افضل محور محلي او اجنبي ترى في الدوري من ناحيه ربط الخطوط، محمد كنو ايش اللي بيميزه عن سلمان الفرج؟ ترى محمد كنو انت بتقدر تلعب فيه في كل تكتيك، سواء تبغى 4-4-2 محمد كانوا بيخدمك، 4-2-3-1 محمد كانوا بيخدمك، ممكن 4-4-2 ممكن نلعب رقم 6، ممكن نقدم شويه، ممكن 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 6، ممكن 6.5، ممكن يلعب لك كمان لو تبغى 8 يسلم ويستلم بشكل سريع، يعني ما يتاخر. هذا الربط سامي، نعم هذا اللي كان يقدر يعمله محمد كانوا. ففي امور انا اتمنى من الاعلام انه ما يحط يسلط الضوء كثيرا على المدرب، المدرب ترى لسه ما تعرف على اللعيبه، المدرب ما عرف اللاعبين السعوديين، ما عرف امكانيات المقهوي، ما عرف امكانيات المؤشر، ما عرف امكانيات مثلا في غياب محمد كنو قد ايش المنتخب تاثر، ما عرف امكانيات غياب سالم الدوسري قد ايش تاثر، ما عرف انه هنالك في مهاجمين صالح العباس او بنتكلم على صالح الشيري في نادي الهلال ممكن يعطوك اكثر من عبد الله الحمدان. عبد الله الحمدان فوره الحماس وفوره الرغبه بانه هو المهاجم، ونرجع ثاني ونقول ان عبد الله الحمدان اصلا ما كان بيشارك مع الشباب، ويمكن لعبت في صالحه انه اختير للمنتخب وبدا يشارك مدرب الشباب. سامي احنا دائما بنقول، يعني اخوي منار ذكر نقطه انه الاعلام والطرح والنقاش المواضيع، احنا دائما يعني نبحث كلنا نتعلم من بعض يعني في المجال الاعلامي، الطرح يعني احنا نكون يا انه احنا هجوميين لابعد الحدود او نكون دفاعيين لابعد الحدود، ما في الاتزان، وهذا يلعب دور تتوقع انه يؤثر على المنتخب اجمالا بالذات مع المنتخب. احنا نحس ان نمون على المنتخب بزياده، يعني دائما المنتخب في هجوم، يعني نتذكر تصفيات كاس العالم مع مارفيك كان في هجوم على المنتخب، مع بيتزي في هجوم على المنتخب، الان مع المنتخب الجديد خلينا نتحدث في هجوم دائما، يعني الجماهير المفترض انه ما يلتفتون، يعني خلينا نقول لاعبين المنتخب او حتى اداره المنتخب ما تلتفت للجماهير. احنا لو نطبق افكار الجماهير، انظر الأندية، كل جماهير جالسه تطالب، جميع الجماهير جالسه تطالب بقائد مدربيها، هم نفس المشجعين هم الذين يدعمون المنتخب، بل ان هناك اعلاميين هسامي يطالبون رؤساء الانديه بالاستماع للجمهور وتنفيذ ما يطلبه الجمهور. ايه، وشفنا رؤساء انديه برضو يسالون، يعني اعلاميين يسالون جماهير، اشكاليه كبيره، وهذه اشكاليه طويله. كذلك احنا لازم نتحدث عن نقطه مهمه، المباراه كانت في ارض فلسطين، بعض المنتخبات وبعض الانديه مستواها يكون مغاير عندما تلعب على ارضها، يعني بالامس احنا شفنا البحرين انتصرت على ايران، لو كانت المباراه في ايران اعتقد بان الوضع بيكون مختلف جدا. في فلسطين على ارضها بالامس كانت جدا قويه وكانت جدا مميزه وكان في رغبه، احنا نشوف بعد ضياع اي هجمه للمنتخب الفلسطيني كان في غضب، كان في خلينا نقول حسره من المهاجم او حتى من المدرج، يعني كانوا يبحثون على الفوز. انت شايف فعلا انه فعلا كان المنتخب الفلسطيني ندة وخطير حتى أنا على الأرض؟ كان جيد جدا جيد جدا، يعني ما توقعته بيكون بهذا المستوى. المنتخب السعودي فيه إشكاليات كثيرة، نعم المستوى لم يكن مميز، دائما إذا كان حارس الفريق حارس المنتخب أو حارس الفريق هو أميز لاعب، فعلا بأن العشرة البقية لم يقدمون أي مستوى. بالأمس كان محمد العويس في قمة مستواه، قدم مستوى جدا مميز، قدم نفسه بشكل جميل، وهذه الإمكانيات
اللي جالسين ننتظرها محمد العويس من فترة طويلة. لا ننسى برضو أنه كانت المباراة لعبت على أنجيلة صناعية وهذه مؤثرة جدا، يعني كانوا اللاعبين ربما يلعبون برضو يفكرون موضوع الإصابات، يفكرون في مواضيع أخرى، ما لعبوا من فترة طويلة في ملعب أنجيلة بعكس المنتخب الفلسطيني اللي متعود أنه يلعب في مثل هذه الملاعب. ومقاسات الملعب برضو على فكرة، بالضبط مقاسات الملعب ترى أصغر مقاسات ملعب معتمدة من الفيفا، برضو ترى أثر على حتى في التسديد من خارج المنطقة. نعم. يعني كانت الكرة أثر على اللاعبين، على اللاعبين المهارين، لما تيجي تتكلم على عبد الفتاح أو حتى أو هتان أو حتى يحيى كلاعبين مهاريين ما كانوا يستطيعوا يتوغلوا مقاسات الملعب. دائما أرضية الجيلة الصناعية بتدي رتم لرتم سرعة للكرة وللاعب أقل من الإنجيلة الطبيعية في الحركة، فبكل تأكيد لاعبين متعودين على الحركة والمهارة. برضو ترى لو تلاحظ القوة البدنية ترى لاعبين فلسطين الجسمانية والطول ترى أفضل من لاعبيننا، التنظيم الدفاعي لهم كان أفضل، التنظيم الدفاعي كان جدا نعم ممتاز. رغم يعني مدربهم قرأنا. نعم. يعني هذا الاستحواذ السلبي، أنا سلمك الكرة سلبي. نعم. أمسك كرة وأنا مقفل، صح؟ هذا اللي حصل أمس منتخب مدرب المنتخب. ولكن لا ننسى الجانب السياسي والجانب العربي والجانب الديني اللي كان موجود في المباراة، يعني كان جدا مميز. مشاركة السعودية مجرد أنها تشارك في فلسطين هذا يعني موقف لا ينسى، وخلينا نقول مفترق طرق حتى في تاريخ الكرة الفلسطينية وفي تاريخ الكرة السعودية. وإحنا سمعنا يعني رئيس الاتحاد الفلسطيني وهو يمتدح ويذكر بأن كانت من أمنيات الأمير فيصل بن فهد رحمه الله أن السعودية تلعب في فلسطين، فهذه من المواقف يعني المهمة. يعني أحيانا ما ننظر إحنا بس موضوع المباراة وموضوع النقاط، ننظر حتى الجانب أو ننظر الموضوع بشمولية أكبر. فهذه نقطة كانت جدا مميزة. كذلك الترحاب، يعني كنا نسمع سابقا بأنه في إشكاليات في أمور، يعني للأمانة شفنا ترحاب كبير، شفنا لاعبين المنتخب في عز مستوى، يعني في عز خلينا نقول جانبهم النفس المميز، شفنا ممازحة ما بين هتان بهبري والجمهور الفلسطيني في لقطة كانت جدا جميلة. هذه ما عجبت كثير إعلاميين، الإعلاميين هنا ما يحجبهم أي شيء، صبحوا عليها بقبلة الصباح بقبلة الصباح. يا رجل أدخل على التعليقات شيء مو طبيعي. هل هو نقص في المواضيع وفي الطرح؟ لا نقص في المواضيع، خلينا نتحدث صراحة هو نقص في العقول وليس نقص في المواضيع، لأنه أنت بإمكانك كإعلامي يعني تبتكر أي موضوع أنت أمامك، بالذات في الكرة السعودية مواضيع يعني خذوا خل بالعامية، ولكن يعني بعض الإعلاميين بس الهجوم لمجرد الهجوم، هذه المشكلة وهذه إشكالية كبيرة. النقد الفني المنتخب كم مفقود. نأخذ اتصال. تمام أستاذ حسن. هلا هلا. السلام عليكم. سامحنا طولنا عليك. لا ما عندك مشكلة حبايب، حياك الله حبيبي، تفضل. والله إحنا المنتخب ده حيشغلنا طول الفترة هذه. الله يشغلنا إلا في طاعته أستاذ حسن. طاعته هذه إن شاء الله إحنا مع الله إن شاء الله بس يكون راضي عننا. بس أنا في عتب اليوم. تفضل. أنا ما أدري الأخوان اللي جالسين عندك انظر بعيون أندية ولا بعيون محللين. ليش؟ يعني أول ما بدأ أخونا إيش اسمه منار أيه. منار كاهين صحيح، بدأ بعد ضرب عبد الفتاح طوالي. هل هو عبد الفتاح أمس الوحيد اللي كان سيف المنتخب؟ إحنا نقول عن الشبع، يعني إحنا عمنا على الكل، ما نخصص بالأسماء، الميول لا يغلب علينا في التحاليل يا جماعة، إحنا مستمعين لكم جيدين. أنا أعشق لعب عبد الفتاح للعلم، يعني أنا تدخل، أنا تدخل بقوة بعدين أستاذ مرفعين. بالعكس أنا أحب لعب عبد الفتاح، وعبد الفتاح على فكرة لما ما انضم لكأس العالم وما انضم لكأس آسيا أنا كنت جدا من المنتقدين للمنتخب السعودي انه ما انضم. اسمح لي خلي عشان وقتي. انت ما ضربت في الناس اللي ما يلعبوا يلعبوا احتياط في انديتهم وجوا لعبوا اساسيين في المنتخب، ما ذكرت ولا اسم فيهم. طيب انا لسه ما بديت، انا جلست انتقد. لسه بنقول يا هادي، الساعه 10 وربع ترى. يا رجل انا الان حاط عندي نقد فني قوي لهتان بحبري على المستوى وعلى ضياع الفرص وعلى وعلى. شوف أستاذ حسن، هو بأمانة منار ترى يمكن بس أنت ما سمعت، هو ذكر أنه أتأثر. أنا ليس دفاعا ولكن خلينا نقول منار فعلا ذكر أنه تأثر. قال سلمان المؤشر وقال حسين المقهوي. أيوة قال ليش ما ذهب، ليش ما انضموا للمنتخب، هذا اللي قاله. وأنا أقول لك ليش ما انضم نوح الموسى كمحور أحسن من هذا الرجل مصاب. طيب بس ما عندي سؤال لو سمحت، انت ما تلاحظ انه برضو انت تتكلم بالميول، يعني انت قاعد تمتدح لاعبي الاهلي فقط وتطالب لاعبي الاهلي فقط، ما طلبت بلاعبين اخرين؟ لا 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 لا، بناء على كلام الاستاذ مجاهين. اوكي هو بيقول، قلت له انت قلت حسام مقهوي وقلت المؤشر. نعم أنا كلمت هو طالب فيهم. طيب ايه طلبت انه يكونوا موجودين في المنتخب استاذ حسن. طبعا خليني اسالك انا ما دام انت يعني والله عتب من عشم والله. اكيد لا انت عزيز وغالي واخونا الكبير ونتعلم منك والله. أنا أحبكم كلكم حبيب قلبي على رأسي. كيف شايف المباراة الجاية اللي مع أوزبكستان؟
والله إذا أنا قلت لك بالتشكيل أنا شوف في تدخلات إدارية في تدخلات. تقول لي المدرب له 3 مباريات ما يعرف الأسماء، لا معليش في عندي ناس بين الكشافين بين الناس اللي يوصلوا له المعلومة. إذا مدرب يمشي على كلام إداري لاعب فلان وشيل فلان وهذا النجم، معليش اسمح لي المدرب بس في حقه على الكرة الإفريقية مو على الكرة الآسيوية. صحيح ذكرت أنت الكلام ده قبل كده. إحنا نبغى مدرب تكتيك بس. صحيح. الأجسام ما هي مشكلة، إحنا طهنا بكأس عالم بأجسام لاعبتنا دول. صحيح صح. فالتكتيك جيب المدرب تكتيك في الملعب. طيب يعطيك العافية، احنا حنضطر عشان نطلع فاصل، يخليك معانا عشان تسمع باقي كلام منارة. ما عندك مشكلة. شكرا أستاذ حسن. مستمعين الأعزاء نطلع فاصل ونواصل في المنصة مع منار وسامي. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في المنصة، ونذكركم بأرقام الاتصال 011-271-85-85-012-61-11-2 أو أرسل لنا رسالة باسمك ورقم جوالك على STC 851-040 Zen 701-313 موبايلي 66-301. أجدد الترحيب بمنار شاهين اللي مزع الأستاذ حسن عامر وسامي الحريري. حياك الله. ندخل على المحور الثاني. طيب نادي الأهلي، طبعا الموضوع جاي كويس أنه أنتوا اليوم في الحلقة، اليوم أخذ وضعه مفاوضات النادي الأهلي مع جروس خلال هذا الأسبوع، اتفقوا ثم يقول جروس مشي رجع سويسرا. اليوم أعلن أنه تم توقيع وقع النادي الأهلي مع المدرب السويسري الكبير كريستيان جروس، وعودة للمرة الثانية الثالثة للنادي الأهلي، وهذه المرة أيضا بعد بداية الموسم، يمكن في مرحلة أبكر شوية من آخر مرة. منار، مرحلة المفاوضات خلال الفترة الماضية تتوقع في شيء حصل ولا هذا كله كان جزء من السيناريو؟ هو على حسب المصادر اللي بنسمعها بأنه تم عرض التوقع على المدرب في البداية 1,800,000 دولار، ثم ارتفع العرض ل 2,400,000، ثم رفعوا العرض إلى تقريبا 3,000,000 دولار إلى نهاية الموسم. على فكرة يعني ما هو أنه عقد بسنين سنتين أو ثلاثة. اللي حدث جروس غادر دبي، سافر إلى سويسرا، ثم عاد مرة أخرى، عادت المفاوضات. على حسب المعلومات أنه المبلغ ارتفع إلى 3,200,000 دولار. الأهم، شوف، مش المشكلة في المدرب جروس في النادي الأهلي قد ما أنه في خلل إداري في النادي الأهلي. النادي الأهلي أو أي مركبة أو أي سفينة يقودها ربانين راح يكون في هنالك اختلاف في الآراء، راح يكون هنالك اختلاف في وجهات النظر، راح يكون هنالك أيضا اختلاف في الرؤية الإدارية. ما احنا ما نتكلم عن الرؤية الفنية، عن الرؤية الإدارية للنادي الأهلي. أنا أتوقع بأنه عدم إنجاز المفاوضات بالشكل الجيد اللي فعلا أنا أشوف أنه الأهلي كان يتميز فيها، يعني الأهلي لو ما يتميز بالمفاوضات ما رأينا كمية النجوم اللي في التدريبات في النادي الأهلي، ما رأينا كمية النجوم سواء محليين أو أجانب. لكن الأهلي لما أصبح في وجهات نظر من مدرب جروس، الأمير منصور بن مشعل يريد المدرب جروس، يريد مدرب عاش في بيئة النادي الأهلي، عاش في بيئة الكرة السعودية. تسأل أي مشجع أهلاوي على جروس يقول لك نعم. اليوم قبل بكرة. نعم. الصايغ على حسب المصادر أيضا أنه كان مش رافض، ولكن كان لديه وجهة نظر بأنه كاريلي مدرب نادي الوحدة هو الأفضل من جروس، أنه مدرب كبير، مدرب درب منتخبات فئات سنية للمنتخب البرازيلي، كان مدربين مميزين في الدوري البرازيلي. صحيح. ولو اسم قوي. صحيح. فهذه كانت الاختلاف أنه لكن لا، جروس أنه هو الأقرب، جروس هو الأفضل. الأهم الآن الخلل الإداري في النادي الأهلي، إن عولج مع المدرب جروس الأهلي راح يكون من الفرق المميزة ترى في الدوري هذا الموسم. تتوقع لو جروس كان عنده تردد
حيكون هذا الشباب، لأنه جروس يعني على خلاص يعني ما هو جديد علينا وأكيد عارف الأخبار. أتوقع أنه كان يتردد بسبب هذا الشيء. جروس كانت إشكالية وأتوقع في مقدمات العقود أو مقدمات العقد، لأنه فوروس أتكلم وقال أنا جاي في منتصف الموسم، أنا لم أختر لاعبين محليين، لم أختر لاعبين أجانب، فهذه الأمور كلها أنا إذا انخزمت مرتين ثلاثة أربعة خمسة راح يكون هنالك في غضب جماهيري، ربما يكون في إقالة أو استقالة من المدرب. فكان مهتم جدا بقيمة مقدم العقد اللي راح يستلمه. لكن الأهم، هل جروس هو مدرب المرحلة للنادي الأهلي؟ هل جروس هو المدرب المناسب للنادي الأهلي؟ هل النجوم موجودين الآن سواء محليين أو أجانب راح يخدموا تكتيك المدرب جروس؟ هل جروس حيعود بنفس الشغف اللي أخذ في الدوري؟ هذه كل أمور إحنا ما بنقدر نقرأها بشكل فني جيد، ولكن إن حدث في استقرار إداري في النادي الأهلي صدقني الأهلي راح يعود، لأنه الأهلي يملك أرضية خصبة، ولكن المزارع لا يملك خبرة كبيرة. طيب سامي، أبرجع يعني بالزمن لورا على قولهم للخلف، هل يعني لماذا مدرب كجروس يغادر نادي كالأهلي مع الإنجازات ومع العمل الكبير اللي حققه؟ الأمانة أول شيء خلينا نتحدث أنه هذا اختيار موفق، اختيار من الناحية الفنية، اختيار من الناحية المعنوية، من جميع النواحي اختيار جدا موفق حتى من الناحية الجماهيرية. ولكن احنا نتحدث عن الثقافة في النادي الأهلي، يعني أنا تكلمت مرة عن النادي الأهلي كنت تحدثت بأنه عدو الاستقرار، يعني نتذكر نيبوشا في 2007 تقريبا حقق بطولتين ومع ذلك أبعد. كذلك يعني كثير من مدربين ما يستمرون في الأهلي، هذه يعني إشكالية كبيرة في الأهلي. يعني جروس كان بالإمكان أنه يستمر بعد تحقيق الإنجازات السابقة، ولكن مو ما راح نتحدث عن الماضي كثير. اليوم احنا عيال اليوم، الاهلي بصراحه يوجد لديه نجوم يعني على مستوى عالي، يوجد لديه مدرج داعم، لكن نصيحتي للاهلاويين عدم رفع سقف الطموحات. يعني طوال السنوات الماضيه رفعوا سقف الطموحات فسقطوا، هذا هو المنشط العريض. فلذلك يعني تحدثنا مع برانكو سابقا. سامي معليش اسمح لي، اذا انت ما رفعت سقف طموحاتك، وهذا نفس الشيء ينطبق معنا مع المنتخب، احنا سقف طموحاتنا عالي لانه عندنا ايمان وعندنا يعني نظره انه عندنا كل المقومات. الاهلي فيه ارفع سقف الطموحات، الاهلي يملك الامكانيات السامه ارفع سقف الطموحات بعد شهرين، بعد شهر انا اتحدث على البدايه. يعني مثلا مع برانكو احنا شفنا سقف الطموحات مرتفع، وكانه برانكو مع عصا سحريه وبينتصر على الهلال، في النهايه شاهدنا الاهلي يخسر في اول مباراه بربعيه. طب بوجود شايف بوجود شامي شايف الاسماء يعني اللي موجود، الاسماء الموجوده في الارضيه طبعا، ولكن انت ما تقدر من حقي. هذه النقطه اللي تحدثت فيها انت قبل شوي بانه ممكن بعد 5 مباريات يتم اقالته، انا اتحدث عن البدايه ولا اتحدث عن النهايه. يعني انتظروا على جروس يعني مبدئيا 5-6 مباريات الى ان يضع التشكيله. الاسماء اليوم تغيرت، حتى لو كان موجود عمر السومه موجود اليوم، جروس لم يدرب جانيني، جروس لم يدرب حساب عبد الغني، في اسماء كثير لم يدربها جروس. يعني حتى لو كان يعرف البيئه، حتى لو كان يعرف البيئه، حتى محمد العويس يعني صفقه اتى بعد جروس، حتى لو كان يعرف البيئه. كذلك جروس في المره الثانيه اللي اتى فيها ايش حقق جروس؟ لم يحقق شيء. لذلك انا اتحدث لمصلحه الاهلي، لا تضغطون على المدرب. مدرب انت اهم شيء انك تعرف ان المدرب قدير، تعرف ان المدرب كبير، تعرف ان المدرب مميز، هذه نقطه مهمه، هذه خليها على جنب. الان النقطه الثانيه بعدم الضغط على اللاعبين وعدم الضغط على المدرب وعدم مطالبته باكبر مما يعني ينبغي. لذلك انا تحدثت وضربت مثال ببرانكو، برانكو ترى مدرب جدا مميز ومدرب جدا رائع، ولكن الضغط الجماهيري اللي كان والصدمه بعد الخروج الاسيوي هي من اثرت على برانكو فيما بعد، لانه كان سقف الطموحات عالي. يعني انت جايب مسوي تيفو المدرب في اول مباراه، هذه ما حدثت في العالم باكمله، خطا كبير. لذلك هذا نتحدثه، جمهور عاطفي جدا، المفترض الاداره ما تكون عاطفيه، تصبر على المدرب مهما حدث من جروس، خساره خسارتين، يجب ان تصبر على المدرب وتصبر على جروس، لانك انت تعرف امكانيات المدرب وتعرف انه صاحب امكانيات عاليه وانه قادر على العوده بالاهلي، والاهلي لديه الاسماء ولديه مدرب كبير اليوم. طيب ناخذ اتصال معنا عيسى ونقول الو. عيسى الو، مساء الخير. مساء النور والسرور يا عيسى، حياك الله. أنا والله استاذ محمد، كيف الحال؟ حياك حبيبي، الله يسلمك. مسي على اجمل ثنائي استاذ منار استاذ سامي. الله يسلمك، حياك الله حبيبي. الله يعطيكم العافيه، الصراحه انا مستانس يوم اسمع هالمذيعين الجميلين. الله يسعدك. انا حاب اسال، بس اول شيء حاب ابارك جماهير الاهلي بعوده الداهي جروس، هذا مكسب للدوري بشكل عام بامان. اي والله ان شاء الله باذن الله يكون منافس قوي هالموسم الاهلي. وحاب اسال استاذ سامي، يعني الهلال راح يعاني من ارهاق امام ضمك والسد، او يعني بدري على الارهاق؟
اعتقد بانه المدرب المفترض. تفضل. في سؤال ثاني؟ لا بس لا حبيت اقول لك استاذ محمد اتمنى يعني تكون استاذ منار استاذ سامي اكثر من حلقه يعني موجودين. على راسي يا حبيبي ان شاء الله باذن الله. أول شيء شكرا على هذا الإطراء الجميل، وأنا أتشرف بوجودي مع منار ومعك أستاذ محمد حبيب. وفي هذه الإذاعة الجميلة. مفترض هذا عمل المدرب، إحنا تحدثنا عن 7 أجانب، طالما لديك 7 أجانب المفترض بأنك تستغل هذه النقطة. المفترض على مدرب الهلال إراحة بعض اللاعبين أمام ضمك حتى يعني يتفرغ لمباراة السد. لازم يعي الهلاليون نقطة مهمة، لم يتبقى على الكاس سوى 3 مباريات. رضينا بينا باقي شهر، باقي هذه خليها لجان، نتكلم عن 90 دقيقة 3 مباريات فقط وانت في النهاية. اليوم أقرب الهلال قريب جدا من آسيا، يجب أن يفكر بجدية أكثر، لا يفكر في بطولة الدوري أكثر مما ينبغي. نعم الهلال لديه ثقافة انتصار، ولكن يعني مباراة مع ضمك على أرضك أعتقد بأنك قادر على انتصار، حتى لو خرجت بتعادل ما أعتقد فيها إشكالية كبيرة حتى على جدول الدوري مع الهلال. فبالتأكيد للتفكير في مباراة السد بالذات، إنه يعني مباراة الجمعة مع ضمك والثلاثاء مع السد، فالتأكيد أن المدرب يعني يفكر في راحة العديد من اللاعبين. أرجع مرة ثانية لموضوع جروس منار، هل تتوقع أنه جروس حينجح؟ أنا أعرف صراحة أن لا أسمع عن الرجل يعني من الناس اشتغلت معاه كعمل إداري، الرجل صارم في عمله لا يقبل التدخلات، وكان لديه القدرة الكبيرة في عزل الفريق عن ما يحدث في النادي أو ما يحدث خارج النادي. اللغط الدائرة أو ما يتناقل في الإعلام ويمكن شفناه في عدد في مرات كثيرة، الخلاف ما بين رئيس النادي ومشرف العام على الكرة، هل تتوقع أنه حيأثر على جروس، أو جروس قادر أنه يعزل الفريق عن ما يحصل، أو أنه خلاص يتدارك الموضوع على ما يقولوا ويهدوا الأوضاع إلى نهاية الموسم بينهم؟ أنا أتمنى هذا الأمر من إدارة النادي الأهلي. هو النادي الأهلي لما تيجي تتكلم على الأرضية، النادي الأهلي يملك أرضية جيدة من لاعبين محليين، من لاعبين أجانب، من منشآت، من صالة لياقة بدنية، من كل شيء. الآن جهاز فني على مستوى عالي، المدرب جروس بأمانة اسم كبير واسم مميز. هل راح يكون في انسجام ما بين عمله وما بين العمل مع إدارة النادي الأهلي؟ هل راح يكون هنالك في تدخل من إدارة النادي الأهلي في عمل المدرب، في عقوبات على اللاعبين، في تمارين وفي الأمور الانضباطية التي تجعل شخصية المدرب قوية في أرضية التدريبات أو حتى في المباريات؟ هذه كلها أمور لازم على سمو الأمير منصور بن مشعل، على الأستاذ أحمد المهندس أحمد الصايغ، أن يكون هنالك في توحيد آراء، توحيد في 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 العمل لمصلحة النادي الأهلي. لابد أن يعرف بأن الأهلي خسر التأهل الآسيوي، النادي الأهلي الآن لا يلعب بطولة عربية، الفترة الماضية خسر كثير ونزف العديد من النقاط. يعني أنا لما أشوف الآن في موقع مكاني حتى ما وصلت 1000 تذكرة مبيعات في مباراته مع التعاون يوم الجمعة، هذا معناته بأن الجمهور الأهلي غضبان غضب كبير على ما حدث في النادي الأهلي، غضبان على الخلافات اللي تحدث في النادي الأهلي. مباراة مهمة للنادي الأهلي أمام التعاون، ما كملت عدد التذاكر 1000، هذه مشكلة. نادي جماهيري كبير مثل النادي الأهلي إلى هذه اللحظة، يعني نقول الجمهور هذه أمور لابد أن إدارة النادي الأهلي تعي هذا الأمر. لكن أتوقع بعد تعاقد مع جروس الجمهور راح يتفاعل. أعتقد وجود جروس كاسم وكشخص راح يعطي كثير من الهدوء على الموقف. نعم ردود فعل إيجابية في تويتر من الجمهور الحلال. طيب مستمعينا الأعزاء نطلع فاصل ونكمل معاكم بعد الفاصل المنصة. رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في الجزء الثالث من حلقتنا، ونذكركم بأرقام الاتصال 011-217-8585 012-616-1102، أو ارسل لنا رسالة باسمك ورقم جوالك على STC 851-040 زين 701-313 موبايلي 66-301. ناخذ اتصال فهد، اسعد الله مساك. مساك كيف الحال؟ حياك الله حبيبي.
محمد. معاك محمد تفضل. هلا قمري شخبارك. الله يبارك فيك ويسلمك. فهد من مكة صح؟ اي فهد الوحداوي. ونعم والله حياك حبيبي. ما عليك زود. مين ضيفك اليوم؟ اليوم معايا منار شاهين وسامي حريري، اثنين مو واحد اليوم. والنعم. ما عليك زود. باهم الاثنين كلهم وانت معاهم. بارك الله فيك. الله يكرمك. بقول لك بالنسبة لمباراة المنتخب. ايوه. حقت امس. حلو. يا أخي اللي صراحة اللي كانوا متخوفين أكثر وأكثر اللي كنا معتمدين عليهم اللي هم من الستة الكبار. أيه؟ اللي هو العسيري وش اسمه التان وسلمان الفرج والشهراني. الشهراني مرة كان سيء هو التان، والتاني عبد الفتاح. هذول كانوا سيئين كور وكل. مستغرب عبد شو اسمه الشهراني كده يسوي ياسر. مستغرب ثلاثة كور أهداف بغت تيجي منه. مشكلة والله العظيم. بس ربنا ستر والله. هل هم متخوفين؟ ما ندري. هل هم نحن نقول خليها بظروفها؟ ممكن انه كانوا متخوفين 80% لانه مو مستواهم. مضغوطين نفسيا تتوقع يا فهد؟ نعم. تتوقع مضغوطين نفسيا؟ ايوه مضغوطين وخايفين صراحة. تعرف احد عشان راح هناك والحمد لله ربنا سهل معاهم وزاروا المسجد الاقصى. الناس كلها تتمنى. طيب كيف شايف الحين؟ قل لي انت كيف شايف مباراة الاتحاد والوحدة؟ يعني حبيت اقول لك، كنت بقول لك اخوك تنغبن وتزعل. ليه وش لي وش لنا؟ انا ما صدقت سمعت اسمك وبعرف كم توقعاتك. نتيجة مشيئة الله 3-1 للوحدة. يعني 3-1 يا 1-0 هي وحداوية. يا 3-1 يا 1-0. ايوه خليها عندك. شوف انا سجلتها هنا، شايف مسجل 3-1 او 1-0. طب خليها طول. اما بالنسبه كاس اسيا ترى بمشيئه الاهلالي، خذ مني. طيب باذن الله كاس اسيا هذه واحده. ثاني بقول لك على سيره، شوف ثاني مره اقول لك سيره ترى معلق. حيروح يبغوه ما يبغوه، شتويه مو شتويه حيروح. اوف والله انت على كذا خلاص متاكد من نفسك؟ بمشيئه واحد احد انه مغادر. طيب تعرف سيره ايش مشكلته؟ ايش مشكلته؟ فهد المولد. هو كل امنيته انه يرجع له فهد. هو اللي كان يمشي فهد. فهد كان الله يعلم بعد وقالوا ما ادري ايش منشطات وما ادري، وكان اللي جايب له المباريات كلها. والله كلام كبير يا الله يعينه. الله يسلمك يا فهد، تسلم حبيب قلبي، يعطيك العافيه. انا ابغاك اسمع صوتك وايش قلته. طيب باذن الله خليك معانا دائما. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. طيب يمكن فهد سبك شويه معانا في المباريات، لكن خلينا نتكلم على موضوع حصل خلال الأسبوعين الماضية. خليني أبدأ مع سامي. التصريح وبيان نادي النصر. أوكي، بيان نادي النصر خرج بصرف النظر عن المحتوى وطريقة الصياغة بيوصل فكرة خاصة بنادي النصر. بعدها بيوم تقريبا أو يومين صدر بيان من نادي الشباب. البيانين يعني كتبة بطريقة ما احنا متعودين عليها، انها تصدر في هيئة بيان رسمي صادر من كيان رياضي او يمثل كيان رياضي. يعني ما ادري، انا ماني مقتنع بما كتب. ليس الفكرة او المحتوى، ولكن ماني مقتنع بما كتب. ما ادري، يمكن انا غلطان، انتوا اخبر مني. اولا يعني احنا نتحدث انه من حق كل نادي يدافع عن يعني عن الكيانة وعن فريقة وحتى على لاعبي فريقة وحتى عن مدرب فريقة وعن جماهيرة وعن مدرجة. من حق النادي إصدار بيانات. أنا أشوفه أسلوب حضاري، ما في أي إشكالية. بالعكس يعني إيش موجود مركز إعلامي لا عشان تصدر بيانات. المهم في الموضوع أن تكون المصداقية موجودة. يعني البيان النصراوي كان مفصل تفصيل يعني كامل، ولكنه كان في بعض فقراته غير صادق. يعني من ضمن الأمثلة، وبنروح بعدين بيان الشباب، من ضمن الأمثلة اللي تحدثت بأنه أجمع، يعني أنا شفتها بالنص مكتوب، أجمع جميع المحللين والنقاد على عدم صحة هدف الحزم في النصر كجزء من الأخطاء التحكيمية. بالعكس محمد فودة قال أنه هدف صحيح، جمال الغندور قال أنه هدف صحيح، وكذلك مطرف القحطاني إذا كان بيعتد فيه عند النصراويين قال أنه هدف صحيح. يعني فما أدري فين كلمة أجمع، وكيف تفهم كلمة أجمع النقاد؟ فكان فيها نوع خلينا نقول من المراوغة. بيان الشباب كان رد على النصراويين، البيان النصراوي، وهذه إشكالية طويلة ما بين النصراويين وبين خالد البلطان. نتذكرها احنا من موسم تقريبا 2010-2011 ومن 2009 تقريبا. يعني هي إشكاليات طويلة لها 10 سنوات الآن، اختفت في فترة معينة عادت الآن.
يعني النادي الوحيد اللي رد على البيان النصراوي هو نادي الشباب فقط، لأنه مثل ما تحدثت يوجد في بعض الحساسيات ما بين خالد البلطان وما بين النصراويين، شاهدنا سابقا يعني قبل أقل من شهر رمي القوارير ما بين يعني الشد يعني في شد جذب كان سابقا ما بين الأهلي والشباب اللي مختفى، أصبح ما بين الشباب والنصر يعني اللغة كان في بعض المفردات. احنا كجمهور يعني ايش مستفيدين من هذا؟ لا يوجد اي فائدة يعني غير انه اثارة، واحنا يعني تعبنا من الاثارة الغير مملة. المشكلة في الموضوع انه ترتيب الفريقين بعيد، يعني اليوم الوحدة توه الاستاذ فهد كان متواجد معنا، كم ترتيب الوحدة اليوم؟ ثاني، متقدم على الشباب والنصر. فدائما من يلتفت للبيانات ويلتفت للامور الهزلية وللنقاشات خارج الملعب اول شيء تفكر فيه انظر لترتيبه في الدوري، ستجد ترتيبه متأخر، أعلم بأنه يبحث عن أشغال جماهيره عما يحدث داخل النادي. طيب أنا خليني أنت تذكرت نقطة وذكرت أنه البيانات وإصدار البيان حق من حقوق النادي. أنا إذا بس كانت إذا كانت ليش صادقة ليش ما ننظر لبيان النصر من ناحية ثانية؟ ليش نحن ما ننظر بأنه في أمور فعلا تضرر منها نادي النصر، والنصر ذكر الشباب في جزء من البيان وليس بيان كامل؟ هل البيانات أنا بغض النظر عن الجانب إنه البيانات اللي صدرت من هذه الأندية هذه في ترتيبات جدا سيئة وفي وضع فني سيء، لكن إحنا لما نيجي نتكلم على بيان نادي النصر ليش ما نفند الأخطاء الموجودة في بيانات في بيان نادي النصر، سواء من مباراته مع الشباب أو حتى مع ضمك أو حتى مع الفتح؟ ليش ما نشوف انه فعلا في اخطاء حصلت، انه ضرر منها نادي النصر، الضرر من احمد موسى غياب، الضرر من جوليانو رغم انه مصاب لمباراه السد والى الان مصاب، والضرر وانه ما خدم نادي النصر الى هذه اللحظه. ليش ما نشوف بانه رده فعل الشباب مش مستغربه بقد ما انه جذب الشو الاعلامي؟ يعني انا بشوف الشباب مثلا ترى كان في جزء من الخطاب الشباب او اداره نادي الشباب احنا شفناها علقت على الخطاب بشكل كامل. طب انت مالك صلاح في الخطاب بشكل كامل؟ طب انا تعلقي على هذه النقطه منار. انا سؤالي معلش نعم. اسمحني انا في هذه النقطه، البيانات اللي بتصدرها الانديه الان احنا اوكي حق في اصدار البيان، لك حق في اصدار بيانات زي ما تبغى، لكن انا اللي ابغى اوصل له الان طب. هل عمره اي بيان يعني لا هل فكره البيانات الصادره من الانديه هذه هل عمرها غيرت شيء؟ هذا زي الاحتجاج اللي على الحكم، يقول لك خلاص الحكم طلع الكرت انسى ما حيرجع برضو قرار. برضو في مشكله في البيان، انه البيان المفروض انه صادر من المركز الاعلامي الرسمي للنادي. انا عارف اتفاجئ في البيان ايش مكتوب، الاستثنائي والعالمي. يا رجل ايش الاستثنائي والعالمي؟ انت اسمك النصر، ما لك علاقه استثنائي وعالمي، هذه القاب جماهيريه. انت ايش لك كيف اداره كيف مركز اعلامي رسمي؟ لو بنتكلم على المحتوى والطريقه الاعلاميه يعني لازم معليش يعني. انا اتكلم عن المحتوى، هذا لازم هذا اكبر دليل أحط معليش استاذ منار، هذا اكبر دليل على انه البيان في دغدغه للجماهير وفي شغل للجماهير، بيان جماهيري ما هو بيان رسمي من النادي. طيب انا طيب ليش ما البيان هذا يصدر من الالترس او من رابطه نادي النصر؟ يعني ما في اجمل من اسم نادي النصر واسم نادي الهلال يصدر بيان وخلاص، ما له علاقه في المركز الاعلامي. انا بقول لك يعني انا استغرب بأنه الآن يعني أسماء كبيرة موجودة الآن في المراكز الإعلامية، سعود الصرامي في النصر أتوقع، وفي اسم كبير أيضا في الشباب. أنا لما أشوف الشباب يصدر بيان معلق بشكل كامل على نادي النصر، أنت ايش دخلك بيان نادي النصر بشكل كامل؟ أغلق على جزئيتك. البيان في النصر الصياغة الموجودة للجمهور، عشان كذا أنا أقول لك، أنا أقول أنه البيانات يعني ما لا تسمن ولا تغني من جوع. أتفق مع رأيك وأتفق مع رأي سامي. أنت عارف النصر في 5 مباريات كم هدف؟ 3. تخيل النصر عنده احمد موسى وجوليان فراس البريكان وما ادري ايش، النصر الموسم اللي راح مسجل ما ادري 80 هدف في 5 مباريات 3 اهداف، مصيبه. هذه اشكاليه. طيب نطلع فاصل ونواصل، خليكم معنا مستمعينا الاعزاء على السماء. رجعنا لكم مستمعينا الاعزاء في الجزء الاخير من حلقتنا بصحبه منار شاهين وسامي الحريري، ونقول الو ما في راح الاتصال. طيب سامي منار، خلوني مستمعينا الاعزاء اذكركم بمباريات الجوله القادمه
من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهي الجولة السابعة. يوم الجمعة رح يشهد ثلاث لقاءات، العدالة سيلتقي الفتح، والهلال سيلتقي الضمك، والأهلي سيلتقي التعاون. هناك يعني فارق جيد بالتوقيت، يعني حنضمن أنه نتفرج أغلب المباريات. يوم السبت بإذن الله سيلتقي الشباب مع الاتفاق، والرائد أمام النصر، الوحدة أمام الاتحاد وهي القمة قمة الجولة. الأحد بإذن الله سيلتقي أبها أمام الفيحاء، والفيصلي أمام الحزم. أبدأ معاك منار في خلينا نتكلم على مباريات يوم الجمعة، العدالة الفتح، هلال ضمك، أهلي تعاون. والله أنا بتكلم مثلا على العدالة، العدالة تقريبا بيقبع في مراكز متأخرة في الترتيب التاسع، لعب 6 مباريات، لعب المباريات بشكل كامل، فاز في مباراتين، تعادل المباراة، خسر المباراة. المعدل التهديفي له جيد، 10 أهداف، ولكن دفاعه سيء، يتقبل 9 أهداف، يعني الفرق هو هدف واحد. العدالة من الفرق اللي صعدت حديثا، فرق الجيدة، ولكن الفتح هل مع المدرب الجديد راح يكون بشكل متميز؟ هل راح يكون فيه هنالك تكتيك؟ حان الوقت جيد؟ أو إنه مش حان الوقت، تأخر جدا الفتح. متأخر، شوف تأخر مجاملة لفتح الجبال، خلينا نتكلم بصراحة. فتح الجبال من المدربين القديرين، من موسمين وهو لا يقدم شيء، فاقد الشيء لا يعطيه، خلاص حكاية إنه ألعب على كونتر أتاك، ألعب على المرتدات، هذه الأمور التكتيكية عاف عليها الزمن. الآن الدنيا جدا تطورت، العقليات جدا تطورت، حتى العقليات التدريبية جدا تطورت. إحنا لما نجي نتكلم على برانكو حتى الآليات داخل أرضية الملعب في التدريبات ما هي آليات حديثة، خلينا نتكلم بصراحة. الآن دوري المحترفين، المبالغ اللي صرفت عليه، نحتاج إلى مدربين يدربوا بشكل حديث، تكتيكات بشكل حديث. الفتح ترى في أسماء جيدة، في أسماء تستطيع أن تنافس على المراكز الخمسة أو الستة الأولى، ما بنتكلم أن تجيب الدوري لأمر صعب، ولكن الشكل ليس 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 في المكان الذي يقبع لا 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 ما نعم. إحنا لما نشوف الفتح الآن أتوقع في الترتيب الـ11 صح، أو لا الترتيب الأخير كمان، نعم الترتيب الأخير، يعني الفتح نقطة واحدة من 6 من 5 مباريات، من 6 مباريات، يعني التعويض جدا صعب عشان يعود إلى الأمال إنه في الترتيبات سواء التاسع أو العاشر أو الحادي عشر، يحتاج إلى 3-4 مباريات كاملة. طيب أخذ اتصال وارجع أكمل معاك منار، مباراة الهلال والضمك وأهلي والتعاون. نقول ألو. ألو، هلا هلا تذكار. مساء الخير. مساء النور والسرور، حياك الله. الله يسعد مساكم، منورين والله. منورين يا منار وسامي، منورين. نورك. هو سامي شاعر صراحة، نبي يعني في برنامج القوافي كمان، يعني مو بس المنصة. بالنسبة الكلام اللي تكلم فيه الأستاذ منار، أنا شوف إنه عادي، يعني هو كان يقصد إنه على موضوع عبد الفتاح اللي في أول الحلقة. ايوه هو يقصد سالم الدوسري هو الهدف، هو تكلم قال سالم الدوسري يعني له امكانيات اكبر من اللاعبين الموجودين، فما اشوف انه يعني كان يقصد احد، يعني فهو كلام يعني عادي ما اشوف فيه شيء، بس هم يتحسسون كذا يعني حساسين صراحه. طيب الهلال بيفوز على ضمك ولا كيف؟ اكيد طبعا، اكيد متاكد، يعني ما فيها كلام، ما تقارن الهلال بضمك صراحه. طيب نشوف يوم الاحد لنظره الى قريب ونشوف يفوز ثلاثة. طيب ثلاثة يسجل عندك، يعطيك العافية تذكار. تذكار تقول الهلال بيفوز 3. انتقل لمباراة الهلال وضمك منار. الهلال أنا أخشى على الهلال من الإرهاق، ترى السفر إلى فلسطين والعودة من فلسطين للرياض عملت إرهاق ترى كبير للعيبة، أتوقع بعض اللاعبين اليوم دخلوا حتى تدريبات استشفائية نوعا ما للعضلات. الفريق ما شاء الله عنده كوكبة من النجوم. نعم، لكن إن أنت تتكلم المباراة كانت يوم الثلاثاء، كوكبة من النجوم عليك، تعال أنت الآن مثلا الأظهر الأساسية البريك الشهراني، تتكلم على عبد الله عطيف، تتكلم على هتان بهبري، تتكلم على سلمان الفرج، ترى عملوا إرهاق بدني جدا كبير مباراة سنغافورة مباراة فلسطين. تتكلم إلى الآن جاهزية سالم الدوسري ترى في قضية الملعب ما راح تكون جاهزية كاملة، الإشكالية الآن سالم الدوسري هي الاختبارات اللياقية، حتى رسفان تحدث مع سالم الدوسري بأنه إذا الاختبارات اللياقية للاعب سالم الدوسري كانت جيدة راح يشارك في مباراة الضمك. يعني تتكلم مباراة المنتخب كانت يوم الثلاث بعد يومين، رغم أن المباراة خارج أرض السعودية حتكون يوم الجمعة من نادي الهلال، أخشى أن الإرهاق يأثر على نادي الهلال. هل هنالك لاعبين جيدين داخل الملعب في دكة البدلاء يعمل عليهم مدرب تدوير جيد أم لا؟ طيب أخذ اتصال معنا علي. علي
السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله، مسك بالخير. تحية لك وتحية لضيوفك الكرام الأخ منار والأخ سامي. بارك الله فيك، الله يسلمك. ثلاثة أسئلة على الطائر. يلا على الطائر. هل عقدة قروس بالنسبة للأهلي أول شيء ممكن الأهلي يستفيد أو ينافس على بطولات الدوري وكأس الملك؟ اثنين. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. المنتخب في ظل المستوى المتذبذب أمس. احنا شفنا استراليا، شفنا ايران، شفنا حتى البحرين ما شاء الله تحسنت مستويات منتخبات عربيه خليجيه. صحيح. هل المنتخب ممكن يتاهل لو تاهل مثلا للتصفيات الثانيه يظل هؤلاء اللاعبين الموجودين ممكن المنتخب يوصل بعيد يتاهل كاس العالم وكاس اسيا؟ السؤال الثالث. الهلال امام اوراوا نقول ان شاء الله انه مع السد تقريبا 99.3% من تيم موضوعه، لكن بالنسبة لأوراوا يتكلمون عن عندهم محترفين وعندهم بس كنت أتمنى أن تكون المباراة الأولى هناك والثانية هنا، لكن طلع العكس. هل هذا سوف يؤثر سلبا أم إيجابا على الهلال؟ تحياتي وتقديري أخوكم علي إبراهيم جعفري جدا. شكرا يا أستاذ علي. بما أنه سؤاله الأول كان له علاقة بجروس، إحنا بنتكلم الآن عن الأهلي والتعاون، منار كيف ممكن نفسيا يؤثر؟ لا، المحمدي ماشي مع الأهلي بشكل جيد. صحيح. يعني إحنا بيجي نشوف مثلا المحمدي فاز على الوحدة وعلى الفيحاء 2-0 3-0 وتعادل بشكل سلبي على نادي النصر. التنظيم الدفاعي جيد، 3 مباريات ما استقبل ولا هدف، هذا أمر أيضا ترى يحسب فنيا المدرب المحمدي إنه صار بنادي الأهلي. يعني إحنا نتكلم تقريبا 3-6-7 النقاط من 3 مباريات، ترى أمر جدا جيد. حتى الأهلي ترتيبه نوعا ما بعد تخبطات اللي صارت من برانكو، الأهلي الآن الترتيب الثالث، الفرق بينه وبين نادي الهلال 5 نقاط، ما هي الفارق جدا كبير. المعدل التهديفي جيد، 9 أهداف، حتى المعدل الدفاعي 4 أهداف. أتوقع الأهلي بيصير بشكل جيد. التعاون اختلف كثيرا. نعم، ما أعرف إيش الأسباب اللي في نادي التعاون. أنا أتوقع نادي التعاون حكاية التأجيلات المؤجلات لنادي الاتحاد لنادي الهلال ما خلت اللاعبين فترة التوقفات الكثيرة هذه، عدم مشاركاته سواء في الأسيوية أو حتى في البطولة العربية، عملت فترة توقفات، نزول رتم الحماس رتم المباراة اللاعبين تأثرت كثير عليهم. طيب سامي، الشباب والاتفاق، الرائد والنصر، الوحدة والاتحاد، يعني أبرزها بصراحة الوحدة والاتحاد بحكم أنه يعني دائما يكون بينهم تنافس قوي، وبالذات من فترة طويلة لم نشاهد يعني الوحدة يتقدم على الاتحاد في الترتيب مثل ما نشاهد اليوم، ربما الموسم الماضي، ولكن يعني من فترة طويلة جدا في حساسية كبيرة ما بين الاتحاد والوحدة، في تحديات كبيرة ما بينهم، حتى لو كان الفارق البطولي وحتى لو كانت الإمكانيات للاتحاد طوال السنوات الطويلة الماضية، ولكن يبقى بينهم نوع من التحدي. فأعتقد مباراة الوحدة والاتحاد راح تكون مباراة جدا قوية، مباراة بتكون مفصلية حتى في ترتيب الوحدة، لأن الوحدة ربما يستغل انشغال الهلال في الآسيوية ودخول الهلال في المعترك الآسيوي، فيستغل هذه الفرصة ربما يكون من أندية المركز الأول، يعني فرصة أشوف أنها متاحة جدا. الشباب والاتفاق، خالد العطوي ووضعه مع النادي الاتفاقي. والله يشوف يعني إحنا ما نقدر نحكم على مباراة الهلال، مباراة الهلال كان الهلال جدا في قمة مستوياته، يعني حتى علي البلاهي كان في قمة مستوى، يعني جميع اللاعبين قدم مستوى مبهر باستثناء حارس الهلال الواكد، ولكن العطوي قدم مستوى مميز الموسم هذا مع فريقه. الشباب كذلك يوجد لديه لاعبين مميزين، بتكون مباراة صعبة، أعتقد أنها تذهب إلى التعادل. الرائد والنصر. الرائد والنصر أعتقد أن عودة النصر بتكون من هذه المباراة، لأنه يعني النصر يعني طول على جماهيره أخذ الوقت الكافي، أعتقد أنه للاسترجاع. أعتقد أنه يعني الخروج الآسيوي ودخول في بعض المشاكل الإدارية يعني هلم جرى، ولكن يعني أعتقد أن النصر يمتلك لاعبين مميزين، يمتلك يعني حمد الله وأحمد موسى بيشاركوا. الحمد لله اعتقد موجود، ولكن موجود. احمد موسى اعتقد انه غير متواجد حاليا. احمد موسى والشكوك والكلام والاشاعات، تتوقع انه يستمر؟ ما اعتقد انه راح يستمر، انا اتوقع الشخص انه ما راح يستمر. النصر الموسم هذا يفتقد لاشياء كثيره جدا، ما يسع الوقت لذكرها بصراحه. احمد موسى منار توقع انه يستمر؟ والله احمد موسى شوف احمد موسى الفتره الاخيره اشتكى كثير من حكايه الاصابات اللي بيمر فيها، الجهاز الطبي في نادي النصر جدا سيء، اضطر الى التواصل مع المنتخب مع اداره عفوا الجهاز الطبي في منتخب نيجيريا، تواجد الفتره الماضيه في نيجيريا ترى للعلاج، عاد الى الان ما في شيء واضح، رؤيه واضح انه راح يعود في مباراته المقبله امام نادي الرائد. عبد الفتاح ادم الى هذه اللحظه من يوم ما تم التعاقد مع عبد الفتاح ادم غائب تماما، هذا يدل انه في كان ضعف فعلا في الجهاز الطبي لنادي النصر. جوليانو ما بين
التواجد ما بين الغياب إلى الآن الأمور كلها مش واضحة. إحنا من المصادر أيضا بتتكلم إنه في توريا طلب عودة اللاعب صالح العباس من نادي أبها، طلب عودة اللاعب سامي النجعي مرة أخرى، وإحنا تكلمنا في بداية الموسم بأنه فراس البريكان ليس اللاعب الجيد البديل للاعب حمد الله، بأنه أنا استغربت من إنه إدارة نادي النصر عارت اللاعب صالح العباس لنادي أبها واللاعب قدم حتى مستويات مميزة. للأسف عبد الفتاح آدم اليوم ما شفناه إلا اليوم. هذه بقول لك إنه مشكلة. لو البيانات اللي قاعدين نشوفها حتى البيانات حطينا بيان عبد الفتاح آدم إيش الإشكالية إنه ما يلعب صراحة. يعني جمهور النصر ينتظر مثل هذا البيان. أيضا بتروس ما يعني إحنا شفنا الآن مدرب فيتوري بيقيم اللاعب مايكوني، بيقيم اللاعب بتروس، بيقيم الحارس وليد عبد الله، ربما لن يتم تجديد عقودهم. في نادي النصر حكاية إدارية خلف الكواليس ترى مؤثرة كثير على النادي. طيب بسمع رأيك عن الوحدة والاتحاد. الوحدة والاتحاد، الاتحاد دقيقة ونص، الاتحاد ما زال يمر بفترة أتمنى أنه تكون فترة تعافي. يعني الفترة الماضية الاتحاد هو ما يحدث له مؤلم كثير لمحبين جماهير وإعلاميين. مباراة الوحدة مباراة قوية مش مباراة سهلة. الوحدة مع كارينو تختلف، الوحدة مع كارينو أصبح مميز، شفنا احنا مباراته كان حاضر في الملعب في المباراة الماضية. نعم أمام الحزم، نعم أمام الحزم مباراة الاتحاد. الوحدة الآن في الترتيب الثاني، الوحدة هذا الموسم 4 فوز 2 تعادل، لديه 7 أهداف دفاعه، 5 أهداف في دفاع جيد. كيف راح يتعامل مدرب سيرا مع نادي الوحدة؟ نادي الوحدة في ملعب داخل في ملعب الشرائع حيكون جدا قوي. احنا بنشوف ريناتو شافيز، محمد القرني، نعم اكيد محمد القرني راح يعود اكيد بكل تاكيد. في راضي العتيبي، محمد سفيان، عبد القدوس ايضا كالحارس البديل راح يكون بشكل جيد. اسماء محليه، اسماء اجنبيه، بنتكلم عن محمد الصيع، بنتكلم عن محمد عبده كلاعبين محليين، لاعبين مواليد. الاهم الان سيرا كيف راح يتعامل مع القوه التكتيكيه لنادي الوحده. الزوري له ثقل، نعم، كبير السوري، وفي مدافع نادي الهلال بوتيا فرق كثير ترى في الدفاع جدا جدا مع نادي الوحده. نعم نعم، واما انا اشوفه الى الان استغرب خروجه من نادي الهلال، لاعب على مستوى وثقل فني جدا عالي، واستفاد منه امانه نادي الوحده اللي كارينيو تكتيكيا اختلف كثير من نادي الوحده. طيب على السريع ابها والفيحاء نتيجه. ابها والفيحاء انا اتوقع انها حتكون مباراه جيده. ابها بيبدا يقدم مستويات نوعا ما جيده مع المدرب. يعني احنا نشوف مثلا ابها في الترتيب ال11 على حسب المعطيات، يعني فوزين على تعادل على خساره. الفيحاء ربما يكون اقرب كمستوى. طيب الفيصلي يعني والحزم مباراه للمشاهده. نعم حتكون مباراه ممتعه. الحزم بامانه الفتره الماضيه تفوز على نادي النصر، على نادي الاتحاد، اتوقع تعادل مع النادي الاهلي، بيقدم مستوى جدا مميز. والحزم على فكره من الموسم الماضي من يوم ما فاز على الهلال هو فريق جيد، كان ينهي ينقصوا الفينيشنج الانهاء، ولكن مع المحترفين الجدد لا صار. وانا لازم انهي الحلقه، يعني مرت سريعه جدا بوجودكم. اشكر منار شاهين، شكرا على تواجدك معنا في المنصه. شكرا لك استاذ محمد، وانا اشكرك بامانه على الحلقه الجميله، بتواجد ايضا الاستاذ سامي. نعم نعم بتواجد سامي ايضا بامانه الحلقه الجميله. وللعلم والله كثير بيجوني من الناس حتى على السناب بيحبوا انه الحلقه تكون كذا ما بيني وما بين سامي، بتواجدك استاذ محمد. والحمد لله ان اهم شيء بنقدم شيء يثري مستمعين برنامج سامي. شكرا لك استاذ محمد، شكرا للاستاذ منار، وشكرا للي خلف الكواليس الجد المجهود ابراهيم عكيري، يعني شكرا له وشكرا للجميع، يعطيكم الف عافيه جميعا. طيب مستمعينا الاعزاء اشكركم على استماعكم، حتى التقيكم الاسبوع القادم باذن الله يوم الاحد الساعه 10 مساء في برنامج المنصه. اتمنى لكم نهايه اسبوع سعيده وجميله وبصحه وخير وعافيه. انا محمد العمري بقول لكم تصبحون على خير.